حاسين ياكلهم نفط طوالي حتى في بيوتهم يبوقون ياكلون. ليش؟ ليش الله يقبل عليهم؟ عندنا 3200 عائله هسه بالعراء، احنا هسه بخيم هم هناك برا، هذول ولدنا واخوتنا. يا بابا شو ورد عنا اللي كنا تعيطون وشدني ترجع على روس مواطنين على مالنا، والله كل شيء ما ادري. والله حلالنا كله راح الدكاترة، السيارات الهاي هناك بالعجلية بيضرب كلها صار فرهود عليها. احنا إلنا الله.